عناء يومي يتكبده هؤلاء الأطفال من أجل الحصول على القليل من المياه. أطفال في عمر الزهور يقضون معظم وقتهم في جلب المياه لأسرهم النازحة بعد أن شردتهم الحرب من ديارهم. مئات النازحين في مناطق متفرقة من مديرية ميدي وحرض وحيران شمال محافظة حجة يعانون من ندرة مياه الشرب والاستخدامات الأخرى، ما يفاقم من معيشتهم الصعبة تحت حرارة الشمس الحارقة. احنا جينا هنا على الصباح ندور ماء ولا حصلنا ماء، عودنا رحنا على الماطور فهو مطفي، عودنا روحنا وتغدينا وقلبنا واخواننا ظما، فهم في الطريق تصبر نص ساعة وتأتي نية تحاوي، تصبر ساعتين ثلاث وتنقل وترجع، تصبر والشمس تضربك من فوق وانت حاودك موقف على المخزن. رحلة توفير المياه تتطلب مجهودا شاقا عبر طرق تقليدية، حيث يقطعون مسافات متباعدة، لكنهم لا يحصلون سوى على كميات غير كافية للاستخدام اليومي. الكثير من النازحين أجبرتهم الظروف على نقل المياه على هذه الطريقة، نظرا لافتقارهم لوسيلة نقل تخفف عنهم القليل من الأعباء. ما عنديش وسيلة نقل، ما عنديش حمار أنقل عليه الماء، لا حمار ولا غيره، وإنما أنقل الماء على كاهلي يعني، وأنقله على الأيدي، أحمله على ظهري. ساعات طويلة ينتظر فيها الصغار والكبار هنا للحصول على القليل من المياه لتروي ظمائهم حتى وإن كانت غير صالحة للشرب، فلا شيء يقف أمام حاجتهم. وبين ندرة المياه وتلوثها واشتداد حرارة الطقس يجد النازحون أنفسهم في مواجهة خيارات صعبة ومريرة. معاناة النازحين للحصول على المياه تضاف إلى معاركهم اليومية التي يخوضونها من أجل البقاء على قيد الحياة. محمد يوسف لقناة بلقيس محافظة حجة.